علاش نطيحوا؟ الله يجزيكم بخير. الله يجزيكم بخير. اولا انتم رجال الصحافه والاعلام تقوم بواحد الدور مهم جدا، مهم جدا، لان انتم اللي كتوصلوا المعلومه. ف كنتمنى كما عهدناكم دائما واحد المستوى ديال التصرف اللي هو راقي ان شاء الله. انا كنعتز بطبيعه الحال بهذا التعيين الملكي، وكنعتبر واحد تشريف ومسؤوليه ثقيله، كما قلت امس، مسؤوليه ثقيله، واحد الظرفيه سياسيه دقيقه، الانتظارات كبيره من الجميع، فلذلك تحتاج الى تفكير عميق حقيقه، تفكير عميق. حنا الان غادي يكون عندنا اجتماع المجلس الوطني باش نديروا تفكير جماعي، تفكير جماعي ونقاش جماعي داخل المجلس الوطني لحزب العداله والتنميه. ما عندي حتى شي توجهات الان. اصبر، ما عندي حتى شي توجهات الان. الا ما بديتش المشاورات لن يكون هناك اي كلمه. المشاورات ما عنديش فكره ديال بدء المشاورات، نكملوا اليوم ونشوف واش غدا او يوم الاثنين سأرى. ليس عندي أي فكرة. هل تعتمدون النتائج الانتخابات بمبدأ المشاورات أم لا؟ لا، شوف شوف، هذه أسئلة، اسمح لي اسمح لي، هذه أسئلة ليست عندي أجوبة الآن. نعم. أنا جاني حتى التعيين الملكي جاني مفاجئ. نعم. وبالتالي لكل مفاجئ دهشة. فعاونونا باش ندوزوا هذه الدهشة، وأنا غادي أعطيكم المعلومات في الوقت المناسب عندما تتبلور، لأن إلا عندكم شي حاجة غلطة ثم في الآخر أنا نترجع عليها، انا كانوا لي ماشي. فلذلك ان شاء الله ان شاء الله الامانه العامه لحزبكم غادي ندوزوا ان شاء الله اليوم، وبعد ان شاء الله سنتواصل.